لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في البصائر، نحو 30 قتيلا وجريحا بمحاولة قمع احتجاجات بغداد. في العربي الجديد، القوات العراقية تستشرس بفض ساحات التظاهر بضوء أخضر من قوى سياسية وميليشيات. في القدس العربي، العراق قتلى من المتظاهرين في ذي قار وبغداد، والسلطات تحرق خيام المعتصمين. في العرب اللندنية، الميليشيات الشيعية تمهد لإطاحة الدولة العراقية. في موقع الهيئة نت، متظاهرو العراق يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم ويصفون الصدر بالخائن. في العرب القطرية، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 22 حالة وفاة. وفي موقع كتابات، العراقيون يحتشدون في بغداد ردا على محاولات اقتحام الساحات. السلام عليكم. سيقف التاريخ وقفة تأمل طويلة لرصد وتوصيف ملحمية انتفاضة تشرين، ولا يقتصر ذلك على البسالة الأسطورية والثبات البطولي بوجه القوات والميليشيات القمعية المدججة بالسلاح والوحشية المفرطة، بل حققت الانتفاضة أيضا قفزات نوعية وتحولات جذرية في تطور الوعي الجمعي على الصعيد السياسي والاجتماعي، مع القدرة على التنظيم والتعبئة الشعبية وإنتاج منظومة قيمية وأخلاقية بديلة عن منظومة الانحطاط القيمي للطغمة الحاكمة. مقال الكاتب قصي الصافي. لم تشهد تظاهرة في تاريخ العراق هذا العدد الكبير من النساء التي تحلين بنفس القدر من الشجاعة وروح التحدي والتضحية، مما يشير إلى أن المرأة قد تمكنت من تحطيم القيود التقليدية المحافظة التي حجبت دورها في ممارسة مسؤولياتها الوطنية أسوة بالرجل. وتلك بداية واعدة لثورة اجتماعية حقيقية، لطالما كان الشعب العراقي منقسما على نفسه إلى كيانات اجتماعية أحاطت نفسها بأسوار حديدية من اليقينيات الطائفية والإثنية والقومية والحزبوية، حتى بات من شبه المتعذر التواصل فيما بينها. وقد استطاعت الطبقة السياسية الحاكمة إعلاء تلك الأسوار عبر بث الريبة والشكوك والكراهية فيما بينها من خلال جيوشها الإلكترونية وفضائياتها والمتكسبين من كتابها، رغم أن الشباب هم الأكثر عدداً وحماساً وهم الأعلى صوتاً بحكم طبيعتهم العمرية، إلا أن ساحات التظاهر أظهرت تلاحماً بين الأجيال ومن مختلف القوى الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، يقف فيها غير المتعلم مع المثقف والفنان والأديب والأكاديمي، والجميع يهتف نريد وطن. ربما لا تتمكن الانتفاضة الآن من تحقيق جميع أهدافها في إسقاط الطبقة السياسية ونظامها المحاصصاتي وإحداث تغييرات جذرية، إلا أنها الجولة الأولى وستتبعها جولات يكون فيها انتصار الشعب محتوماً. رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النفوذ الإيراني يتعاظم داخل العراق، معتبرة أن الحدود العراقية باتت مفتوحة لزيارات المسؤولين الإيرانيين الذين يقودون حملة لمواجهة احتجاجات العراقيين. عدت الصحيفة أن الكتل السياسية ليس لديها نية بالإصلاح ولا تدرك مدى الخطورة التي يسير فيها العراق، وأشارت إلى أن الأحزاب القريبة من إيران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودون المظاهرات. إلى ذلك، تطرقت إلى التظاهرات التي تعم العراق منذ أكثر من شهرين دون تحقيق المطالب للمحتجين، بل على العكس تماماً، قامت السلطات العراقية بقمعهم بشكل وحشي في بعض الأحيان،
كما نبهت الصحيفة الساسة في العراق إلى أن الأزمة السياسية هي الأخطر منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاماً، معتبرة أنه مع ذلك يبدو القادة العراقيون غير مدركين للأمر وغير متوافقين حول خطة لإصلاح الحكومة تلبية لمطالب المتظاهرين. حتى البرلمان لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه هذه الفئات. وتعليقاً على مسألة ترشيح رئيس وزراء مقبول وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، قالت ماريا فانتابي كبيرة المستشارين في العراق وسوريا لصالح مجموعة الأزمات الدولية، قالت إنه من الصعب جداً العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع العراقي وبين أوساط المتظاهرين، وفي الوقت عينه لديه دعم حزبي أو سياسي لإدارة المرحلة. واعتبرت الصحيفة أن البرلمان لا يبدو أيضاً مستعداً لإيجاد طريقة تحد من النفوذ الإيراني، وذكرت كيف كان السياسيون والعسكريون الإيرانيون بما فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني رئيس فيلق القدس يدخلون ويغادرون بغداد من أجل ضمان أن يكون أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة موالياً لإيران. لا قيمة لأي حديث عن الجنة الموعودة التي ستمنحنا إياها الصين، بينما الدم لا يزال يسيل في شوارع بغداد والبصرة والحلة والناصرية والديوانية وكربلاء والنجف، مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. لا معنى للحديث عن دافوس بينما الجنازات تدور في شوارع العراق حاملة جثامين شباب توهموا أن هذه الدولة ستفتح لهم أذرعها، فإذا بها تفتح عليهم أبواب الموت وتمنحهم بدلاً من الأمل بالمستقبل قنابل غاز منتهية الصلاحية ورصاصات في الرأس أو حفلة تعذيب في وكر أو دائرة أمنية. إن الحديث عن الاتفاقية الصينية وطرد القوات الأجنبية من العراق لا يساوي دمعة أم ثكلى، وقد اعترف رئيس الجمهورية أمس وأمام وكالات الأنباء العالمية أن عدد الشهداء أكثر من 600، وهم من المتظاهرين الشباب السلميين. منذ الأول من تشرين الأول بدأت سلطة عادل عبد المهدي بإبداء توحشها تجاه المتظاهرين، ومارست شتى أنواع القمع المجنون ضد المحتجين عموماً، حتى بدت هذه الانتهاكات وكأنها مسلك منهجي المقصود منه مزيداً من الترويع الموجه إلى المجتمع لقتل أي تفكير في الاعتراض والاحتجاج. روايات القتل والخطف تثبت أننا نعيش أشد أنواع الانحطاط السياسي في التعامل مع المواطن، وتؤكد الوقائع أن الأمر ليس اجتهادات شخصية من قوات أمنية أو جماعات مسلحة، بل هو تعبير عن سياسات عادل عبد المهدي. لقد كان أول هتاف جرى على لسان المتظاهرين هو نريد وطن، وبالتالي فقد هتف العراقيون من أجل عراق آمن مستقر مزدهر يحقق الجميع فيه أحلامهم، ولم يكن يدور بخلدهم أن حكومة عادل عبد المهدي ستواجه هذا الشعار بالرصاص الحي. يعيش العراق اليوم في حالة فوضى سياسية وأمنية وقضائية، وفي تأكيد لهذه الفوضى العارمة نشرت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء الماضي صورة جمعت وزير الخارجية محمد الحكيم مع شخصيات أخرى بحضور الفريق الركن جميل الشمري المطلوب بتهمة قتل عشرات المحتجين في الناصرية جنوبي العراق. كيف يمكن أن يحضر الشمري محاضرة لوزير الخارجية ببغداد وهو مطلوب للقضاء بتهمة قتل مواطنين عراقيين؟ آخر صور حالة الفوضى هي الفيديو الصادم الذي انتشر الأربعاء الماضي، وتضمن محاولة أحد أفراد الميليشيات في البصرة خنق أحد جرحى المظاهرات الراقد في إحدى المستشفيات أمام أنظار المئات من المواطنين، ثم تركه ومضى أمام أنظار العشرات. التهديدات لرئيس الجمهورية وللكثير من القوى السياسية والشعبية
وحالة الفوضى الأمنية والسياسية تؤكد أن الميليشيات هي التي تقود العراق، بدليل أن هذه الميليشيات لو كانت جزءاً من الدولة ضمن هيئة الحشد كما يدعون لما تجرأت على تهديد الرئيس وغيره، وهي تهديدات تشير إلى حالة تمرد علني على الدولة. فكيف نتصور أنهم جزء من الدولة وهم لا يحترمون الأنظمة العامة ويتصرفون بشكل مغاير لخطاب الدولة السياسي العام؟ حالة الفوضى في البناء الهرمي للسلطات وضياع هيبة المناصب الرئاسية والبرلمانية والوزارية كلها نتائج طبيعية لحالة الفوضى الولائية والسياسية التي أنتجت فوضى إدارية وأمنية عارمة. لم تشهد إسرائيل منذ قيامها قبل 72 سنة حدثاً سياسياً مماثلاً لذلك الذي تشهده هذه الأيام، حيث يحتجي الزعماء أكثر من 50 دولة بينها دول كبرى لتقليد الذكرى 75 للمحرقة الهولوكوست. وفي القدس المحتلة التي اعترفت بها واشنطن عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها، حول ما يحصل في القدس المحتلة كتب عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية: من يقارن الصور والمشاهد المبثوثة من القدس ورام الله الأولى للاحتفالية الكبرى والثانية للقاء ماكرون عباس يدرك المآلات التي انتهت إليها مئوية كاملة من الصراع بين مشروعين، مشروع صهيوني احتلالي عنصري توسعي والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني. إنها لحظة انتصار المشروع الأول وتآكل حتى لا نقول هزيمة المشروع الثاني. إسرائيل في لحظة انتصار استراتيجي، هذا ما يتعين الاعتراف به إن نحن قررنا تحويل الهزيمة إلى نصر والتحدي إلى فرصة. أما الانشغال بادعاء انتصارات وهمية كما جرت عليه عادة أهل السلطة والمقاومة على حد سواء، فتلكم إما حالة إنكار وإما عملية خداع للرأي العام، هدفها الأول والأخير تبرير بقاء القديم على قدمه والاستمرار في تسويغ وتسويق قيادات وفصائل لفظها الدهر بعد أن أكل عليها وشرب. انتهت المئوية الأولى من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غير صالح الفلسطينيين استراتيجياً، بيد أن الفلسطينيين لم يفقدوا جميع مكتسباتهم ومنجزاتهم، وتضحيات 4 أو 5 أجيال منهم لم تذهب سدى كلياً. العبرة اليوم تكمن في سؤال المئوية الثانية: كيف سيدخلها الفلسطينيون؟ ما هي أهدافهم وتطلعاتهم وبأي أدوات سيواصلون كفاحهم من أجل استرداد حقوقهم؟ لا شك لدي للحظة واحدة أن شعب فلسطين المنكوب بأعدائه وقياداته سواء بسواء يختزن من الطاقات والإبداعات ما سيمكنه من إحداث الاستدارة في مسار تطور الأحداث وفرض الانقلاب النوعي في المشهد، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. أولى خطوات الخوارزمية الإيرانية إحكام السيطرة على الداخل الإيراني بالحديد والنار وقمع كل حراك شعبي من أي خلفية أتى. في هذا الموضوع كتب حسان الأسود في صحيفة العربي الجديد: لعب سليماني دوره هذا بسبب الهامش الواسع الذي فتحته أمريكا للنظام الإيراني في تنفيذ جزء مهم من سياسة الفوضى الخلاقة. ما كان لهذا الشخص أن يتحرك بسهولة لولا أنه كان واثقاً من طبيعة دوره والسماح له بممارسته. وحتى نهايات عام 2018 بدأ أن هذه الخوارزمية تعمل جيداً، بوصلتها القدس وركبها مر من جميع الطرق المؤدية إلى أي شيء ما عدا المقصد النهائي. مشى هذا الموكب في حمص وانتقل إلى دمشق وريفها ثم عاد إلى حلب، وعن رجاء على طريق دير الزور ودرعا تنقل بين مدن الأنبار فاخترق الموصل والرمادي والفلوجة واقترب من أربيل، ولم ينسى اليمن السعيد من صعدة إلى صنعاء،
ولكن ازدياد الثقة بالقبض على تفاصيل الأمور لم يكن حقيقياً، وانهار كل شيء وكأنه بيت من ورق انكشف فجأة في وجه الريح. سيتم تقليم أظافر النظام الإيراني في المنطقة كلها، سيتم إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وسيتم تحجيم دور ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وسيكون حزب الله في عين العاصفة. ستلعب العقوبات الأمريكية دوراً كبيراً في تسريع هذه السيرورة، لكن الدور الرئيسي سيلعبه الشعب الإيراني الذي داس شبان منه على صور المرشد خامنئي وقاسم سليماني واعتبرهما خائنين. كذلك سيكون لشعوب الدول العربية دور كبير في ملاحقة فلول هذا الأخطبوط المرعب وذيوله، ومن حق شعوب المنطقة العيش بسلام وستفعل. عندما تم القبض على ملكة فرنسا ماري أنطوانيت خلال الثورة الفرنسية، ذكر أن شعرها تحول إلى اللون الأبيض بين عشية وضحاها. وفي التاريخ الأكثر حداثة، حدث نفس الأمر مع السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين الذي تعرض لإصابات خطيرة كسجين حرب خلال حرب فيتنام. دفعت هذه التجارب الأشهر وتجارب أخرى دفعت الباحثين إلى الربط بين التوتر والضغوط التي يواجهها الشخص في المواقف الصعبة، وتتسبب في تحول لون الشعر إلى الأبيض، وظل هناك لغز حول ما يحدث في الجسم ويؤدي لذلك، وهو ما نجح فريق بحثي من جامعة هارفارد الأمريكية في حله عبر دراسة نشرت مؤخرا في دورية نيتشر. وتوصل الفريق البحثي الذي قاده الدكتور ياتشي هوسو من قسم الخلايا الجذعية والبيولوجية التجددية في جامعة هارفارد إلى أن الإجهاد المصاحب للتوتر والضغط عند مواجهة المواقف الصعبة ينشط الأعصاب التي تشكل جزءا من استجابة الشخص سواء بالفرار أو المواجهة، والتي بدورها تتسبب في ضرر دائم للخلايا الجذعية التي تعمل على تجديد خلايا الصباغ في بصيلات الشعر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.